باشرت وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات ذوي الإعاقة الشديدة إلى 200 دينار شهريا، حيث تم اليوم صرف المخصص للمستفيدين. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. إذن يتم صرف المبلغ المضاعف لذوي الإعاقة الشديدة هذا اليوم، حدثينا عن مراحل مباشرة تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة هذه المخصصات وصولا حتى تاريخ الصرف وهو اليوم. شكرا أخي العزيز، مساكم الله بالخير. طبعا في وزارة التنمية الاجتماعية احنا نأكد بداية على حرصنا في بناء منظومة حماية اجتماعية متطورة لترسيخ نهضة البلاد وضمان استدامة مسيرتها التنموية الشاملة، تحقيقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وباشرت الوزارة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمضاعفة صرف مخصصات ذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 200 دينار شهريا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صرف المستحقات في موعدها المحدد وهو اليوم 15 يونيو، صرف المخصص لجميع المستفيدين المستحقين. طبعا سبق ذلك اجتماع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور لبحث معايير تصنيف الإعاقة الشديدة ارتكازا على المعايير والمقاييس الوطنية والإقليمية وسندها القانوني ليتم تحديدها بكل دقة وشفافية، والتي خلصت إلى 5 أنواع من الإعاقات وهي الإعاقة الذهنية الشديدة، الشلل الدماغي، الشلل التام، التوحد، بالإضافة إلى أصحاب الإعاقات المتعددة. ومن منطلق حرص الوزارة على حصول هذه الفئة على كافة الحقوق والمكتسبات التي كفلتها القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعنية، شكلت الوزارة فريق لحصر المستفيدين من القرار بحسب التصنيفات الخمس المعتمدة وفقا للتقارير الطبية الخاصة بكل مستفيد. كما بالإمكان المواطنين الذين يرون بأن من حقهم الاستحقاق بالتقدم بالتظلم عن طريق المراكز الاجتماعية القريبة من مناطق السكن أو تقديم الطلب بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الطلبات والذي تم استحداثه في الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك يكون بدءا من تاريخ 18 يونيو، وسوف يتم إحالة جميع التظلمات للجنة المختصة بتقييم الإعاقة للبت فيها موضوعيا والتأكد من استحقاقها للمخصصات المضاعفة. إذا كما تفضلت لا زال الباب مفتوح لتقديم التظلمات لمن يعني يرغب بالتقدم للحصول على هذه العلاوة المضاعفة. سعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.